الأصحاب كانوا خارجين من الفندق، واحدة وقعت الشنطة منها على الأرض. وطى السيكيوريتي جابها لها، فبتفتح الشنطة بتقول إيه ده؟ فين الفلوس اللي كانت في الشنطة؟ وبتزعق للراجل. الراجل بصلها باستغراب جدا وقال لها ما كانش فيه حاجة وأنا ما فتحتش الشنطة أصلا. جامد ويشخطوا فيه ويتهموه إن هو سرق الفلوس الموجودة في الشنطة ولازم يقلع الجاكيت علشان يعوضهم عنها. المهم إن هو غلبان ومسكين يعيني، ما يحتكمش حاجة ولا حيلة له، لا حول ولا قوة. قال عليهم فعلا الجاكيت وادهولهم، لكن هما كانت نيتهم سليمة، كانوا عايزين الجاكيت علشان يحطوا له مبلغ كبير من الفلوس كمساعدة ليه بطريقة غير مباشرة لجبر الخواطر نتيجة أمانته إن هو جاب لهم الشنطة ورد الأمانة لأصحابها، وادوله كمان مجموعة من الأكلات الكورية. الراجل أخد الجاكيت وبيمسكه كده، الفلوس وقعت منه من على الأرض، فرح جدا وانبسط. جبر الخواطر حاجة جميلة جدا، ما تنسوش تشتركوا في قناتي.